لا ما تستاهلكوش بزاف الشكلاط بالنسبه للمدن، بالنسبه للدول بحال دابا بحال فرنسا سويسرا وبلجيكا ايتو، باقي الاستهلاك ديال الشوكولاته قليل بزاف في المغرب. اليوم كاين بزاف ديال الناس مازال ما تيديروش الفرق ما بين الشوكولاته ولو سوكر شوكولاتي. الوغ شوكولاته سي فيه تيكون فيها لا ماس دو كاكاو، تيكون فيها لو بوغ دو كاكاو، هذه الميزه ديال الشوكولاته. وهاد الشوكولاته هي اللي تيكون فيها الفوائد اللي حنا تنعرفوا على 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 الشوكولاته. باغ كونطخ هذا المستهلكين المغاربه مازال تيستهلكو بزاف اللي تنسميوه لو سوكر شوكولاتي. دونك لو سوكر شوكولاتي سي كوا؟ سي سكر مع لا بودغ دو كاكاو. ونفهموهم الفوائد ديال الشوكولاته باش يوليو يستهلكو شوكولاته اكثر. الوغ تنميزو بشوكولاته مزيانه من الشوكولاته اللي شويه ما مزياناش من ناحيه المذاق، من ناحيه لا فلويديتي. دونك بالنسبه لي شيف باتيسي بوكو بلوس لا فلويديتي ديال الشوكولاتة، تدوبلهم دغيا، دونك تتساعدهم على الخدمة في لي باتيسري ديالهم. وبالنسبة حنايا كمستهلكين عاديين مي تنديرو الشوكولاتة في الفم ديالنا دغيا تتذوب.